غير مطمئنة تتسم بالسلبية، هكذا لخصت مصادر متعددة فحوى الزيارة الرابعة للموفد الأمريكي أموس هوكشتاين إلى بيروت. هوكشتاين الذي تحدث عن خطورة الوضع جنوباً بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكناً إذا أرادت الأطراف المتنازعة ذلك. لكن طرفي النزاع أكملا مسارهما التصعيدي عبر رسائل متبادلة، ليعلن حزب الله رصده عبر ما سماه بالهدهد مواقع عسكرية حساسة لم تستثني القبة الحديدية ومستوطنات في فيديو وصلت مدته لتسع دقائق. أما إسرائيل فعادت لتستكمل سياسة الاغتيالات واستهداف السيارات على وقع الخوف من طبول حرب شاملة فيها شخص في قلبه. زيارة هوكشتاين الأخيرة تسعى بحسب مصادر لتبريد حرارة التصعيد جنوباً، فيما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن لبنان لا يريد الحرب، في أول تصريح يصدر عنه بعد اتهامات إسرائيلية للبنان الرسمي بمسؤوليته عن التصعيد.